ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اقتحم عدد من المحتجين مكاتب تصويت بالجزائر ساعات بعد انطلاق الانتخابات الرئاسية التي دعا لها الجيش، وسط رفض شعبي واسع لهذه الانتخابات على إثر الحراك الذي تعرفه البلاد منذ أشهر. وحسب ما أظهره شريط فيديو، فقد اقتحم شبان مكاتب تصويت وقاموا بإخراج الصناديق منها وتكسيرها وبعثرة الأوراق الانتخابية وترديد شعارات رافضة للانتخابات، وذلك رغم الإنزال الأمني الكبير. اقتحام مكاتب التصويت تم بعدد من المدن الجزائرية من بينها مدينة بجاية حسب ما ذكرته مصادر إعلامية متطابقة. ويذكر أن صناديق الاقتراع فتحت يوم الخميس أبوابها أمام 24.5 مليون جزائري لاختيار رئيس للبلاد خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر وسط انقسام في الشارع حولها. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.